رأست صباح اليوم سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو حفل توزيع شهادات الإجازة لدراسة العلوم الشرعية لصالح 150 من العالمات الداعيات بحضور عدد كبير من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. تقرير عبد الله هارون برمة. العالمات الداعيات التشاديات لهن الفضل في تعليم وتربية الأبناء على النهج الصحيح بناء على القرآن والسنة النبوية الشريفة، وعلى هذا الأساس جاء حفل توزيع شهادات لصالح 150 داعية من عضويات الرابطة وذلك في العلوم الشرعية. هذا وقد استحلت المناسبة بكلمة رئيسة رابطة العالمات الداعيات زينب يوسف، حيث أشادت بدور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على اهتمامه البالغ بقضايا شؤون المرأة في مختلف مجالات الحياة. عقب ذلك توالت الكلمات كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبد الدائم عبد الله أصمان ومبعوثة شؤون الأوقاف المغربية الدكتورة حكيم الشامي، حيث ركزت الكلمات باعتبارها عنصر من العناصر الاجتماعية والسياسية والثقافية، كما أكد بأن المرأة لها دور كبير وفاعل في تربية الأبناء على النهج السليم وتحزيب الأخلاق. بدوره رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الدكتور حسين حسن أبكر هنأ المرأة الشادية على هذه الخطوة النبيلة في تعليم العلوم الشرعية من الدين الإسلامي الحنيف. لأول مرة في التاريخ تمنح المرأة إجادة علمية في العلوم الشرعية، وبهذا يفهم بأن التعليم الشرعي ليس حكراً للرجال دون النساء. وفي نهاية المناسبة قدمت هدية لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو تقديراً لجهودها واهتمامها بقضايا المرأة في شتى الميادين. وعقب توزيع الشهادات ألقت سيدة البلاد الأولى كلمة أشادت فيها بالدور الكبير الذي تلعبه الداعيات في المجتمع، كما أوصت النساء بضرورة التعلم والنهل من العلوم الشرعية. أخواتي كنت ألوم 150 هنا بريديكاتريس دي السيدة زينب قاعدة هنا اليوم صوت الرابطة هنا الأوين، والرابطة هنا الأوين كان بقوله ده ما أي مرة ما هي مرة تشيل فردتها بس وتجي فوق، لا إلا المرة القارية والمرة الأعرف الدين والمرة تقدر تنتي توصف لأخواتها، لأن أنت كان جيت بكان ما تكلم كلام تقول أنا جاي نفسر للناس وتقول كلام برا من الشريعة ما صحيح. اليوم في نجمينا عندنا قريب 99 بدك أكون 100 خلاوي أنا أوين قاعدين في نجمينا، والمية خلاوي هنا الأوين في نجمينا قاعدين ده إلا شغلنا بقول لنا فورماسيون بس أوين بمشوا بدرسوا وبعدين بيقبلوا بوجهوا. الأوين دول يا أخواتي أنتوا عندكم خلاوي في نجمينا قاعدين، ما لأوين ده ما تلوموهم كان ساعتين درستوا ساعة الفضل ده تسووا لكم فورماسيون. فورماسيون ده لأن ما إلا تدوروا لكم ماتر ولا تدوروا لكم لاكري ولا تدوروا لكم تابلو، لا أوين بعد من الأوين ألوم بسو خياطة، بعد من الأوين ألوم أصبهوا بناتنا لا داي ده ما بعرفه البيت ما بعرفه. واحد كان قلت لها خدت الهن ساكت خضرة ما تعرفه أنت إلا الأم تمشي تسوي ده. كان دوزر ديتان ساعتين كقروت القرآن الساعة الواحدة دي كان عندهم بنات يجيبوهم أنتوا تعلموهم تسوي بقى ما يقى سانتر هنا خلوة بس أنا أوين يعلم القرآن، يقى سانتر ده برانتيساج إدي فورماسيون. ده كان سوينا أخواتي أنينا أنكون بتام ما نحتاجه نمشوا على الدول الآخرين نجيب لنا فوط نجيب لنا خمام بداء، لأن الخمام كله تقدروا أنتوا تسويني.